قضيت سنين على السطح نايم والله بعرف عن الليل. حرفيا كانت ايام يعني على السطح ومضت 4-5 ساعات بس عم اطلع. الالبوم هو كيف منعيش الموسيقى اللي بتحكي عنها اوقات بنشكيلها، اوقات بنسمعها في الليل. الاشي هيك بلش يعني، بس كيف انا كنت عم بعيش من السطح لعمل اغنية ارن على الشباب اروح النعيم اسمع هالاغنية. نعيم لسه فاقوني بحسة بتطرني من هون بكسى عليها وحالي وبلين الكون بدور عحالي وهويتي بس اجي انام فبضيع النوم بخاف شخاف وبخاطب الفوق بقول له ليش هيك بتعطينا سكر علي سكر كودي الله يهمني كوني كودي على تي جي سوال هنا كودي جوة دماغي بلا لانو مطينو حكاو تي جي عندي للدلاو بتقولي انا ايش اساوي بتقولي انا ايش اساوي بالو بيدينا مشي وارجع ما يفيدو كودي عمري ما استنى تقديه نص العك مش شايفيه الكرام جميع سهل بيع كل الموسيقى اللي اجت قبل، كل الراب اللي سمعناه، كل اي اشي بنصنعه محلي يعني اشياء محلية بنسمعها هي اللي بتخلي بني ادم زي يعمل هيك البوم، يعني يعمل البوم عم بيحكي يسعد رب المدينة وخرع المدينة في نفس اللحظة. فبس هيك احنا بنعيش يعني بكل بساطة. انا لما بحب بجن عيد النكتة عملت كثير اشياء مش فخور احكيها بكيت كثير دموع مش فخور ابكيها صفنت ساعات كثير بين كيفك وكيفك طفولة غابة مش محمية قادر احميها الجروح اللي فينا ما بتشفيها اعذار كسرت كثير قلوب عملت حجار بس هو البروسيس نفسه هو اللي بنى بس الوطن ما بنى فكرة الالبوم يعني خبر من اخوي فيه انا وعلي حرفيا يعني كنا عشنا في الاستوديو شوية وقت عشنا اسابيع يعني بس في الاستوديو عشان نطلع اشياء جديدة وهي هاد كان اكبر اشي صعب علينا يعني كان علي نقعد نعمل بيت 5 ساعات بعدين اطلع اشي عليه 2 ساعات وبالاخير نحكي مش حلو نرجع نعمل بيت جديد ندور عليها وبس تلاقي الفايل اعمل لوكيت هاب بحط بحط داخل عالسنة داخل بالقصف من غير الأذواق مش فرق الأذواق تفتي بتغير مناخ قطاع البنت شاد على داخل بتدخل من هون للسير داخل عالسطح بتواخذ بالعطف بقعد القمة بالسما بتاخذ بالقصف الماسي من الطاغ هذا في الوجه وأخوك في الطائر مش بس بوليت بون الران جاي دخل الخمس أصف الوصف بفصل الفلو بحصل الماسي بوصل متأخر لسه وبخر فخم وطاقع وقت بدعي لربي بس إيدي ارتاخر تنايم الوجع والعرق عتاخر بفتحش بوابي بنسلم الداخل بسليك أحسن لي يتسال أمسح العرق أخذني سنين حرفيا لا أطلع من فكرة إنه أنا لازم أكون يا بمثل جزء من الشرقية يا بمثل جزء من إيشو أو جزء من الغربية يعني. مستحيل أحكي إنجليزي فلوينتلي أحكي إنجليزي بشكل منيح
واكون ابن شارع يعني. فلا انا ابن الشارع اللي بكينجز. هاي كلها الاشياء اللي زمان كنت ما بدي احكيها او ما اخرش فيها صارت هي بالنسبه لي فخر المدينه. طب ليش فخر المدينه؟ ايش فخرك؟ مين بظهرك؟ مين لما تعطش بروي لك قهرك؟ مش قادر تطلع جواتك كيف بدك في الكون تتصفن؟ مين تصفى بصفك؟ مين صفى بصفك؟ بتجرح حالك كثير بس يجي الوقت تفصل. انت بتجعلك الناس حتى ليكو يتصفط. بتعملش للناس انجاز اناني بتعمل حتى ايدك تصفى عشان تعبي اذنك ناس تحكي لك انت الافضل. جوا روحك صرت انت اللفظة. عمرك ما قرأت جريدة هس اجيت كتبت قصيدة. حاب توقف تحكي عملت اشي جديد للمدينة. عامل حالك وطن كم لاجئ فيك متفاجئ ليش؟ اعطيك معلومة انت مش وطن انت حكومة. كم مرة وقفت للتاجر فيك مزبوط يا ما بتتوه. قلبك ابيض عيونك سود تطلع قبالك طريق اسود بس في اثام على الوجوه. فكر ايدك جناح جبري. هو الصراع اللي كان موجود في الهوية اللي كان كثير ناس في عمان عم بيحاول يطلعه. فانا مبسوط كثير ان يعني وصلت لهون. هاي اخواتي عندي وصلت لهون وصلت لمرحلة بقدر طلعت من هذا الاشي كبرت عليه. يعني انه شو ما كان انت جواتك صراع سواء صراع طبقات صراع هويتك.